لبنانية كتير طيبة. 7 بهارات، بهار أسود، رشة قرفة وملح. هذا البرنامج برعاية ماكدونالدز. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طبق وبلد. كوسة ورع عنب مع اللحمة، هي طبخة من اختيار الشيف سماح، أو مثل ما بتعرفوها بالسوشيال ميديا سموحة. طبعا هاي الأكلة كتير مشهورة بكل البلاد العربية، بس خلونا نشوف سموحة كيف عملتها. وبحب ذكركم أنه بآخر الحلقة رح أسألكم سؤال، لو جاوبتوا عليه صح ممكن تفوزوا بجائزة قيمتها 1000 كرون مشتريات من محل أغذية متوفر بكل السويد. وكمان رح نعلن عن الفائز بالحلقة السابعة. بس هلأ خلونا نشوف الكوسة وورع العنب من سموحة. رمضان كريم وأهلا وسهلا بجميع مشاهدين الكومبيس. اليوم رح نعمل مع بعضنا أكلة لبنانية كتير طيبة، هي كوسة ورع عنب بحامض. بس وين القهرة إنه بتوقفوا 3 ساعات تحضروها وبعشر دقايق بتاكلوها؟ يعني شوفوا هيدا المنظر، وحياة الله بعشر دقايق كانت طايرة. المهم بالنسبة للحفر، تشيلوا رأس الكسية من فوق، بيرجع القشرة اللي من تحت، ايدي ما بعرف شو اسمها، وبرجع بحدد طول الكسية بمنقرة الكوسة لحتى شوف قدي بدي احفرها. بعدين بعمل هيك دوائر. هالخطوة بتسهل طريقة حفرة وشوي شوي بتكون خلصت. ليكو ما احلاها. بالنسبة للحشو المقادير، حطيت 3 كباية رز مصري مع 500 جرام لحم مفرومة، زيت نبات وزيت زيتون، البهارات 7 بهارات، بهار اسود، رشة قرفة وملح. ورق العنب كان عندي يوم بالفريزر، بس حطيتهم بالمي المغلية 5 دقايق وشلت. وهلا وصلنا للجد. انا ما بطيق الغنم ولا بحب العصعيص وهالحركات. عادي شقفت لحمة هبرة مقطعتها نشفتها، بحب كتير نشف اللحمة أنا قبل. رجعت قليتها وزدت لها رشة بهار أسود 7 بهارات ورشة ملح. أكيد طريقة اللفة كلكم بتعرفوها، كلنا بنعرف نلف ورق عنب. والكوسة بنحشيها بس ل3 أرباع على حتى ما تنفزر بقلب الطنجرة. صفتهم هيك فوق اللحمة وبرجع بكبس شوي عليهم وبرجع بصف الكوسة عليهم. وهلأ على الطبخ، بحط أي صحن أو تقل، بزيد لهم مي ملح بهار أسود وزيت نباتي على الوجه. أكيد بحرك الطنجرة شوي، وبس يبلشوا يغلوا بوطي عليهم وبتركهم تقريبا شي ساعة ونص. بعدها بكشف، بحط كتير عصير حامض وبرجع كمان بتركهم شي ربع ساعة. وهيدي النتيجة، اسمعوا البقبقة وشوفوا منظرهم شو طيب. صفيتهم من الزوم وحطيتهم بالصدر اللي بدنا ناكل فيه. يا الله مطيبهم، حامضين بشهوا أكل بعقده. هيدا كان طبقنا اليوم من سموحة. وهلأ إجا موعد سؤال الحلقة لليوم، اللي لو جاوبته عليه صح ممكن تفوزوا معنا بجائزة قيمتها 1000 كرون مشتريات من محل أغذية بالسويد. السؤال هو، ما هو القانون الذي كانت السويد أول دولة في تطبيقه؟ حماية الأطفال، الرفق بالحيوانات، أم مكافحة قطع الشجر؟ اكتبوا إجاباتكم الصحيحة بالتعليقات ورح نختار فائز كل حلقة ونعلن عن اسمه بالحلقة الجاية. ومشان تزيدوا فرصتكم بالفوز، ما تنسوا تعملوا مشاركة وتاج لأصحابكم. هلأ رح نعلن عن الفائز بالحلقة السابعة. ألف مبروك. وطبعاً نحن رح نتواصل مع الفائزين لحتى نأخذ العنوان ونبعث له الأسيمة. مشاهدين، أنا بدي أشكركم لمتابعتكم لنا اليوم، وبشوفكم بالحلقة الجاية.